أسعد الله مساءكم بكل خير. شوفون الإضاءة شغالة. إذا حطينا الكشاف على السنسر شو راح يصير؟ هوب، 1 2، سوينا اللون، غطينا السنسر، صار ظلمة، يشتغل مرة ثانية. تمام. طريقة التوصيل بكل سهولة، الأسود أنا طبعا الواير هذا قصيته بالنص، الواير اللي كان مقذي الليتات نفسها قصيته بالنص، الأسود اللي داش من الواير اليمين والواير اليسار تربطهم مع بعض توصلهم بالأبيض، دائما يكون هذا لونه أبيض، موجود تقريبا بكل سنسر لونه أبيض. تمام. الأسود توصله على الباور، على البلاك نفسه، والأحمر تكمل الدائرة فيه. إن شاء الله أنها واضحة الطريقة هذه.